الراجل والست ايد واحده مفيش واحد فيهم دوره اهم من التاني كل واحد ليه دور ودي رساله واحنا في برنامجنا ضد الرجاله عفوا أنا. اشباه الرجال بنعرض معاناه الستات مع اشباه الرجال تابعوني على المنصات اللي هتظهر عندكم على الشاشه دلوقتي موضوع حلقتنا النهارده كان سؤال جدير بالاهتمام جدا بالنسبه للراجل وبالنسبه للست وليه عشان هو ليه شقين شق يخص الراجل شق يخص الست طيب موضوع حلقتنا ليه الراجل او ليه الستات دايما حاطه في دماغها في الستات حاطه في دماغها فكرة ان ليه الراجل بيسيب المحترمه ويروح يتجوز العاهرة ، هنتوقف شوية عند الجملة دي ونقول في فرق بين لازم تبقي حاطه في دماغك قوي الاحترام والقفل يعنى فى فرق بين الست المحترمه والست المقفله يعني ايه عاهرة اصلا يعني انت شايفاها عاهرة عشان هي مثلا بتلبس لبس آه انت ما مثلا دينك بيمنعك او عاداتك او تقاليدك او طبيعة شغلك بتمنعك تلبسي اللبس ده هي عاهرة عشان هي بتضحك وبتهزر وعايشة حياتها وبتخرج وبتروح وبتيجي هي عاهرة عشان هي موديل ولا عشان فاشون ميك اب آه سوري فاشون ديزاينر او موديل مايكب او ايا كان عشان شغلها المقياس هنا في انك حكمتي عليها ان هي عاهره كان ايه لان وارد جدا يكون المقياس ده من وجهه نظرك انت شايفاها كده عشان هي بتعمل حاجات عكس اللي انت بتعمليها فانت شايفه ان ده مش احترام في عكس الاحترام تبقى عاهره الراجل هنا بيسيبك ويروح للعاهره اللي انت بتسميها عاهره عشان هي دلوعه عشان هي انسه عشان هي بتحسسه برجولته الراجل مش رايح لها عشان هي سهله ورخيصه وسوري و... يعني هت... هتقدم له نفسها على طبق من ذهب مقابل ان هي تبقى معاه لا مفيش راجل بيتجوز واحده اصلا عشان كده وخدوا بالكم ان احنا برضو كستات في فئه كبيره مننا بت... بتحكم على على العاهره سوري بمقياس مختلف يعني الراجل بالنسبه له الست العاهره فقط هي اللي بتبيع نفسها او ان هي بتاخد مقابل مادي مقابل الفحشاء او العلاقه الجنسيه بس لكن الراجل لما بيحب واحده مثلا وعمل معاها علاقه ما بتشوفهاش عاهره انت تشوفها عاهره لكن هو ما يشوفهاش عاهره فمقاييسنا مختلفه عن مقاييس الرجل اه عايزه اوصل لك بس حاجه أو اوصل للبنات حاجه ان انت لو مخطوبه لواحد عمره ما هيسيبك عشان انت مثلا ما تف... تفرطي في عذريتك عشان لا يعني انت مثلا لو عرفتي واحد من البدايه وقالك انا عايز سو عايزة اشوف صورتك وانت لابسه كذا حاجه مثلا مخله او حاجه ما تنفعش فقلت له لا فسابك ده اصلا مش التارجت بتاعك ده اصلا واحد ما فيش منه رجاء هو مش داخل علاقه جديه ومش داخل علاقه جواز خلاص لو مشي احنا عارفين هو مشي ليه وهيروح للعاهره اوكي هتدي له بقى هتبعت له الصور هتعمل معاه علاقه ايا آه كان هو ساعتها هو مش التارجت بتاعك اصلا وهو مشي خلاص عرفنا السبب هو عايز ايه تمام لكن احنا التارجت بتاعنا البوتنشال هو الراجل اللي داخل يخطب ويتجوز ويبني حياه الراجل مثلا في العلاقه هو خطيبك بينخشك بيتكلم معاكي بيحاول يفهم دماغك بيدخل معاكي في تفاصيل معينة مثلا الله شكلك حلو النهاردة بليز ممكن تبعتيلي صورة وانتي مثلا نازلة في التاكسي أو في الشارع أشوفك فهي هنا تقوله لأ وتعمل موضوع وحوار وإنت إزاي لأ ده طلب عادي جدا عادي جدا ومشروع جدا إنتي هنا القفل زي ما بنقول مش محترمة الاحترام حاجة والقفل حاجة لما هو يقعد يقرب منك ودايما الراجل بيحاول مرارا وتكرارا في الخطوبه ان هو يقرب من خطيبته وما بيملش وبيحاول يعمل محاولات كتير وطبيعي ممكن جزء من غريزه يسيطر عليه ده طبيعي طالما ما تعداش زي ما قلنا الحدود دي لما يلاقي منك صد طول الوقت صد 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 هنا هيسيبك ويروح للي انت بتقولي عليها ان هي عاهره بس هي مش عاهره هو هنا الراجل عايز مهما كان الست محترمة ومهما كان اتربت ازاي ومهما كانت داخلة علاقة جدية الدلع ملوش علاقة بالاحترام الاحتواء ملوش علاقة بالاحترام ان انا وتعالي كده قوليلي يعني ايه 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 الغلط ان انا اتكلم مع خطيبي مثلا واسأله آه انت مثلا قبل كده شفت افلام اباحية ولا لا ايه اللي منعك تكلمي معاه في كده ولو قال لك لا او قال لك اه طب انت ايه وجهه نظرك او بتشوف الفئه دي عامله ازاي او ايه الغلط في كده او ايه الصح في كده ده مش عيب ايه اللي مانعك تتكلمي معاه في الحاجات دي هتقولي عشان انا محترم ملاش علاقه بالاحترام دي ثقافه ده بيفتح الفيسبوك والتيك توك والانستجرام بيلاقي كل الفيديوز بتتكلم عن الحاجات دي وانتي نفسك بتتفرجي على الفيديوز اللي بتتكلم عن الحاجات دي لان هي دي حاجات من صلب نجاح العلاقه اللي هتكون بينكم اللي هي العلاقه الزوجيه مش معنى كده ان أنتي مش محترمه طيب آه... الراجل دايما مش بيدور على فتاة احلام عاهرة يعني مثلا مش بيقول ايه يلا انا عايزه اتجوز يلا هتقولي واحده عاهرة واحده عاهرة بسرعه لو سمحت ايه ده؟ هو ليه؟ هو ممكن يعمل علاقات مع عاهرات العاهرات زي ما قلنا اللي هما بالفلوس لكن يوم ما يفكر يتجوز مش يتجوز واحده عاهرة ولا هيسيبك ويتجوز واحده عاهرة يعرف يعرف عليكي اوكي يخونك اوكي مع واحده زي دي لكن يتجوزها لا مش دي التارجت بتاعه الراجل الجدي اللي داخل يتجوز تاني حاجة بلاش نحصر الموضوع في حتة الاحترام ليه بقى؟ لانك هتتعبي قوي لان ساعتها انت قفلتيها ضبة ومفتاح ملهاش حل انت حصرتيها في حتة الاحترام جاي تسأليني هقولك ايه؟ هقولك انحرفي؟ طيب هل انت هتنحرفي؟ لا مش هتنحرف طيب يبقى الحل ايه؟ يبقى انا اخرج بره القاعده بتاعتي دي وافكر بشكل اوسع احنا نفسنا كبنات بنشوف ساعات بنات ونقول ايه البت اللي دمها إيه تقيل دي ايه البت القفل دي البت دي خانقه قوي محدش بيعرف يتفاهم معاها ساعات بندخل مكان تاني بناخد فيه خدمه معينه بنلاقي البنت اللي موجوده في الريسبشن فرندلي قوي وبتضحك وقادره تاكل عقل ده وعقل ده وبتاكل عقل الكلاينت وبتقدر ان هي تشتغل ماركتنج كويس وتبيع كويس والناس كلها محبوبه بنت دي هنا هي مش عاهره ولا هي مش محترمه لا هي روحها حلوه هي شاطره هي ذكيه عارفه بتستخدم انوثتها ازاي عارفة بتستخدم عقلها ازاي دي هنا بيبقى ليها معجبين كتير جدا وعلى فكرة البنت دي مش شرط تكون وشها حلو ولا شكلها حلو ولا جسمها حلو العكس بس هي هنا ذكية هي روحها حلوة يعني هو ممكن يسيبك ويروح لدي انت في وجهة نظرك شايفاها عاهرة او مش محترمة لكن هي في وجهة نظره روحها حلوة قادرة تعيشه الحياة شايف معاها الحياة حلوة قادر ياخد يدي معاها بتتفاهم معاه آه النقطه الثانيه اللي عايزين نتكلم فيها فكره العهر من وجهه نظرنا بتبقى ايه يعني انا ليه حكمت على البنت دي ان هي عاهره وليه فكره عاهره يا جماعه بقت متدرجه دايما في فكرنا على فكره عايزه اقول لكم حاجه انت ممكن تكوني صنفتي البنت دي عاهره عشان علاقتها متعدده او حياتها ما بتقفش على راجل او اصحابها الرجاله كتير او مثلا أه أي كان يعني مش هنحصرها في نظره معينه اي حاجه غير العلاقه الجنسيه مقابل الفلوس دي العاهره خلاص هو احنا مش دايما بنشوف ان في راجل بيرتاح مع واحدة وبيحب يتكلم معاها وبيبقى على طبيعته معاها واحدة تانية لا هو ده الفرق ان هي اديته السبيس والراحة في الكلام فقدر ان هو يطلع اللي جواه لكن واحدة تانية بتصده مقفلة مش عارف يعمل مفيش لغة حوار بينهم فبالتالي ما بيبقاش على طبيعته معاها دايما متحفز ان هي آه ان هو هيقول حاجة غلط ان هي هتتضايق ان هي عشان كده ما بيبقاش على طبيعته ولو فرضنا هنا فرضا جدلا يعني ان هو سابك وراح لواحدة آه عاهرة اللي هي من وجهة نظرك عشان علاقاتهم متعددة عايزة أقول لك آه حاجة عن الرجل ان الراجل دايما بيعيش في حاجه اسمها الصراع الذكوري يعني مثلا الاكس بتاعها بيحوم وراها وعمال يروح وراها بيلف وراها في كل مكان وعايز يرجع لها هو هنا بينتبه فكرة ان الست اللي علاقتها متعددة دي او عرفت رجالة كتير او كذا هو الوحيد اللي قدر يفوز بيها هو الوحيد اللي قدر يتجوزها من وسط كل دول هو الوحيد اللي مال عينيها هو الوحيد اللي هي حبته او هو الوحيد اللي هي هتكمل معاه حياتها هنا ده الصراع الذكوري بتاع الراجل هو مش شايفة عاهرة هو شايفة كل الناس حواليها وكل الناس بتتمناها بس هي تمنتني انا واتجوزتني انا فهو هنا فايز الرجالة هنا يا جماعة عندهم فكرة الصراع الذكوري ده اللي هو الرجالة اصلا لو ما لقيتش حاجة بتعملها قاعدين فراغ ممكن يتضربوا بعض عادي كده هم فكرتهم كده الرجاله عندهم حاجه اسمها الصراع الذكوري دايما بيأثر عليهم مش كل الرجاله طبعا عشان ما يبقاش بنقول حاجه مسلمه بس هي فعلا حقيقه موجوده وموجوده في علم النفس وخبراء العلاقات اتكلموا فيها كتير الراجل اللي عنده صراع ذكوري ده بيليه بيجري ورا الست دي المتعددة العلاقات او الـ او اللي الناس حواليها كتير وهو الوحيد اللي بيفوز بيها عشان الست دي ما عملتش زيك الست دي حطت نفسها هي فوق والراجل تحت فبالتالي هو اللي عايز يوصلها مش هي اللي عايزه توصله الست دي عندها ثقه في نفسها كبيره جدا الست الست دي عندها عزه نفس بتعرف تتقل بتعرف تصبر الست دي آه عدلت المايله زي ما بيقولوا رجعت العلاقه لاساسها اللي هو الراجل بيجري ورا الست مش العكس ان الست بتجري ورا الراجل وتاني هفسر عشان برضو ناس كتير ما تفهمش النقطه دي غلط يعني انا مثلا لو خطيبي اتضايق مني او كذا واتخانقنا وانا اللي صالحته ابقى انا بجري وراه لا مش معنى انك بدات الصلحه او انك تصلحي العلاقه يبقى انت ضعيفه او انت بتجري وراه مش دي اللي اقصده خالص بل بالعكس ده المفروض لو هو بني ادم سوي وراجل بجد هيفهم الحته دي كويس قوي ان انت بدأتي تصلحي العلاقه وان انت حد متفاهم وعنده عقل فبالتالي هتبقى في رصيدك وهتعليكي في نظر لو هو فهمها عكس يبقى هو غير سوي نفسيا يبقى هو بيقيس المواضيع باتجاه تاني خالص لكن الطبيعي في العلاقة ان الراجل اللي بيجري ورا الست الراجل اللي عايز يتجوز الست الراجل اللي بيطلب ايد الست الراجل هو اللي بيشيل المسؤولية مش العكس فالست اللي انت بتقولي عليها علاقتها كتير دي هي عدلت المايله خليته هو بيجري وراها وبالتالي ليه لان زي ما قلنا هي يعني ما عملتش زيك نهاية الموضوع هنا اللي عايزين نقوله ان داي مش دايما تقييماتنا في الاشخاص اللي حوالينا بتبقى صح مش معنى ان البنت بتخرج وبتسهر وناجحه وبتشتغل شغلانه معينه مثلا ممكن تبقى موديل بتلبس لبس عريان كذا تبقى هي عاهره مش معنى ان الست حواليها رجاله كتير وبتدخل في علاقات كتير عشان تدور على شريك حياتها طبعا بنتكلم عن العلاقات المشروعه مش العلاقات الجنسيه في فرق تبقى هي عاهره الراجل هنا وجهه نظره عن الست العاهره زي ما قلنا العلاقه الجنسيه مقابل الفلوس وبرده الست متعدده العلاقات الجنسيه هي تصنف عاهره لكن لمزاجها مش معنى إن هي نامت سوري يعني عملت علاقة جنسية مع الراجل ده من غير فلوس وده بفلوس تبقى هي مش عاهرة، لأ، في واحد مثلا حبيته حست ناحيته مشاعر والتاني مفيش مشاعر فهو ده زي ما بيقولوا أكل عيشها تمام؟ فدي تصنف عاهرة، فما ينفعش إحنا كبنات نقعد نقصف محصنات لإن ده ذنب كبير قوي ونقول على دي عاهرة ودي عاهرة، لو سابك وتجوزها فهي مش عاهرة، لو سابك وخنك معاها وبعدين سابها وهي من إيد لإيد لإيد لكذا واحد أنا معاكي إن هي عاهرة، نركز على نفسنا ونركز على علاقاتنا، من دايماً ما نحطش نفسنا في حتة أنا محترمة فبعمل كذا، أنا محترمة فبعمل كذا، لأ، أنتِ مش محتاجة تبروزيها وتمشي تحطيها يافطة على صدرك وتقوليها، اللي شايفك محترمة من البداية هيشوفك محترمة مهما عملتي طبعا بغض النظر عن السلوك الغير اخلاقي مش ده اللي بتكلم فيه بقصد ان الحريه مش معناها ان انت مش كويسه ان التفاهم مش معناه انك مش كويسه العقل مش معناه انك مش كويسه ان انت تتناقشي مع خطيبك في العلاقه اللي هتكون بينكم فيما بعد تناقش علمي مش تناقش في اتجاه تاني طبعا كلكم فاهميني فده عيب ولا غلط ولا حرام ولا اي حاجه انتوا لازم تفهموا دماغ بعض عشان ما تتفاجئيش او هو يتفاجئ باي حاجه بعد الجواز تنهي العلاقه دي وتوقفها لان العلاقه الحميمه في الجواز جزء كبير قوي من نجاح العلاقة الزوجية واستمرارها وبيعدي حاجات كتير قوي وبيخلي العلاقة روابطها تقوى استنوني في الحلقه الجايه من ضد الرجاله وما تنسوش اللايك والشير وما تنسوش رايكم في الكومنتات لان رايكم بيكمل راينا وتابعوني على المنصات اللي هتظهر قدامكم على الشاشه دلوقتي